قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق حول الركائز الأساسية لسلام عادل ودائم لإنهاء الحرب مع روسيا. أضاف بلينكين أن واشنطن ستشجع أيضا مبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع ما دامت تحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها. China.